بصراحة فيديو من إحدى الأخوات العراقيات يعني أبكاني كثيرا البارحة بصراحة، لأن إحنا تربينا بطيبة أهلنا ونعرف ماذا يعني لما الحرمة الذب شيلتها. اعطوني الفيديو يا شباب، اعطوني أم علي. أستاذ نجم الربيعي، أطلب من الله ومنه، هاي شيلتي أريدها، أريد وين صاحب الغيرة، أريد أطلب من عنده الأمن والأمان اللي خلوا وضربوا بيتهم وظنوا بيخلوا عيالي وابني، ضربوهم قاذفة، ضرب بيته قاذفة، أريد هاي شيلتي منك وأريد منك الأمن والأمان. أستاذ نجم الربيعي أبو الغيرة ناصف المظلومين، أريدها من الله ومنك هاي شيلتي. زين أريد تقابلني، أريد تحاكيني، وين أروح أنا هم مسلمة وهم عراقية ومن عندكم؟ أريد الأمن والأمان. فاطمة ضرب بيته وهجم بيتي ويتم عيالي، وهسه يسوى علينا 4 أرهاب. من الله ومنك أريد الأمن والأمان. أستاذ نجم الربيعي، أنا أشتكي بالغيرة وبالإنسانية، ضرب الناس اعتدوا علينا وكتلوا أخوي ورادوا يضغطون علينا بكل طريقة، الى ان تهديدات وقتل وشتم وسب، بس ما اهتزينا لهذا الشيء. راد النوب ضربوا بيتهم بقاذفه، ضربوا بيتهم بقاذفه في سبيل يفبركون علينا قبل المحاكمه مال اخو بتاريخ 20/3 سوى هاي الحادثه، وهي المحاكمه يوم 27. انا اشد اهل العقل، اهل العقل، اكو واحد قبل المحاكمه يضرب بيت قاذفه، انا القانون ماشي وياي، والمحاكمه يوم 27 يضرب بيت قاذفة ويذبح علينا يسويها كيدية، هاي وين صايرة؟ أهل العقل خلي يفكرون بيها. أستاذ نجم الربيعي، أطلب من الله الإنصاف، أطلب من الله توصل صوتي الأعلى، الأعلى سلطة، توصل صوتي للشرفاء، لأهل الغيرة. وإحنا بالنسبة لنا ما الغيرة، وين نجم الربيعي؟ هذا حجاب العذب بالكيا، وأريد من الله منك نجم الربيعي تبوا على عنا إنه بيسوون 4 أرهاب وياخذون ابني وياخذون عيالي. أطلب من الله ومنك أنت أبو الغيرة، هذا حجابي ما أشيله من القاع، أريده من الله ومنك أنت تبوا على عنا وأنت الأمان من عندك. وين أبو الغيرة؟ وين أخويا؟ أريده من الله ومنك إنه بيسوون علينا 4 أرهاب، وين الروح؟ وين الطواجن؟ هذه القصة حقيقة كلش أذتني. احنا عندنا بالعرب المرأة من الذب شيلتها يعني زحمة، بمعنى أنه وصل بيها الظلم إلى حد لا يمكن أن يطاق. أنا ما أناقش القضاء، أنا أحترم القضاء، لكن أنا لا أحترم عندما يصل ظلم الناس إلى هذا المستوى. الحرة العراقية بالتلفزيون تقول هيج، وين الغيرة وين الشرف؟ أنا كنت أتمنى أنه هي الأخت العزيزة أم علي تطلع وياها، وأثرت أنه يجي أحد منهم بالاستوديو حتى أضع هاي القضية أمام القضاء العادل والمنصف والسيد فايق زيدان. انطوني الأخ حكمت. السلام عليكم أخ حكمت. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ. أنا مناشدتكم وصلتني وبصراحة أذتني كثير، لست لأني أنا لكن بتعبير كل العراقيين. أريدك تحكي باختصار ما الذي جرى معكم إلى هذا الحد الذي تصرخون من ظلم؟ أود أن أسمعه منك أخ حكمت. أنا أشكرك أستاذ نجم الربيعي على استضافتك لي ولطرح مناشدتي للرأي العام وللحكومة العراقية وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسيد وزير الداخلية والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى. أنا بالنسبة لي عندي أخوي تعرض للحادثة قتل بتاريخ 20/3/2021 من قبل شخص مع سبق الإصرار والترصد، و سبق يعني أن عرضته على قنوات لأن هم صابني ظلم من بعض الجهات الأمنية اللي ما نصفتني يعني بهواي شغلات بالعملية. فبعد ما قتل شقيقي هذا الشخص وراء 10 أيام، هو هرب الجهة مجهولة، وراء 10 أيام
لقينا القبض عليه. شنو سبب القتل أخ حكمت؟ قرايبكم عداوة طالب ومطلوب؟ قرايبنا ومن عمامنا. زين بعد القتل ألقي القبض عليه؟ نعم انحكم؟ من ألقي القبض عليه؟ نعم هو حاليا هسه انحكم بالمؤبد 21 سنة. ممتاز. بعد الحادثة ما القتل ب20/3/21 وراء 10 أيام ألقينا القبض عليه. وراها قاموا العمامة وذويه يهددون أنواع التهديد للتنازل. زين. يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. عن طريق الناس يعني يدخلون يقولون اخواتنا ترى هاي راح تصير وراها دم راح تصير هيك. هم دا يسمعون تهديدات من عندهم. ومن ضمن هذا الشيء خابرني شيخ العشيره قال وعندي طبعا هاي التسجيل وقدمته بشكوى للمحكمه يقول لي اذا ما راح تتنازلون عن القضيه راح تصير دمها بالشوارع. ما تنازلت شنو اللي صار اخ حكمت؟ اختصر لي شنو اللي صار؟ استاذ اختصر لك. بالنسبة لهم استعملوا أنواع التهديد من تاريخ الحادثة إلى شهر 12/21 أنواع التهديدات. المرحوم عنده ولد وخمس بنات قاموا يستفزونه بأي طريقة ويستفزونه بأي طريقة في سبيل حتى يصير رد فعل من عندنا حتى يشتكون علينا ويذبوننا جوا ويساومونا حتى نازل. شنو سووا؟ قلت لك هددونا أنواع التهديد الشهر 12. هذه الاستراتيجية هاي ما اشتغلت عندهم ما شافوا أي ردة فعل من عندنا لأن احنا خلينا القانون هو ما ياخذ مجراه. بعدها كانوا الشيخ يمنا وهم قريبين علينا أستاذ نجم قريبين علينا يعني أمتار 20 إلى 30 متر كانوا يمنا الشيوخ فدا يتفاوضون على هالموضوع هذا يوجهون يقربون وجهات نظر بيناتنا. ما سمعنا صوت وصوت يعني هوسه برا طلعوا وقالوا الشرطه يم الجماعه الشرطه صايره لك يعني زخم عندهم كلش يعني والشرطه موجوده. طلعوا عليهم الشيوخ والوجهاء قالوا لهم ها يا بشن الشغله. قال بيت علي زيدان اللي يقصدنا سوى هجوم مسلح علينا وهسه وكسروا الكاميرات وباقوا 250 مليون دينار من عندنا. الشيخ رد عليهم قال لهم ليش احنا مو قاعدين يومهم؟ وين ايش وقت اجوكم؟ احنا قاعدين يومهم. يعني ترى هاي الله ما يقبلها. حتى ناشد القوات الامنيه قال لهم عمي هاي شغله باطله وهاي مفبركه وما لها كل صحه، احنا قاعدين يومهم ومسوي نداء وعلى اساس هاي وحده. شلون ضاربين بيتكم بالقاذفات يعني اخ حكمت؟ حسب الادعاء نعم حسب الادعاء ب20/3/21 صار المقتل شقيقي ب20/3/22 هي دورة السنة مال أخوي. من بهذا التاريخ أكو قسم من أخوتي راحوا للنجف دورة السنة ضرب بيته بقاذفة اتفقوا ويا عصابة وضرب بيته بقاذفة في سبيل يخلينا احنا الفاعلين بهاي القضيه. ضرب بيت اخو المجني عليه طبعا اخو المجني عليه وهي عصابه تفق ضرب بيته وسووا عليه دعوه وسووا دعوه عليكم استاذ نجم. هاي علينا سووا ب20/3 هي سوى هاي الحادثه المفبركه ويوم 27/3 محاكمه اخوه. زين انا ماشي ويا القانون من يوم قبل 7 أيام أضرب بيته بقاذفة شنو اللي أستفاد أني؟ أنا أشد أهل الغيرة أهل القانون أهل العقل أنا شنو اللي أستفاد من هذا الشيء؟ زين هو الآن أستفاد شيء استاذ؟ سيد حكمت استاذ حكمت الآن نعم هو يدعي عليك مرة يدعي عليك بايق 250 مليون ومرة يدعي عليك ضارب بيته أنت بقاذفة. أنت هاي أمام القضاء نعم. لازم توفر شهادات للقضاء أنه هذا الأمر لم يحصل. نعم. القضاء يتعامل بمعطيات نعم وبكل ثقة. أي أنا نعم. الآن دعوتك لما كنت في بغداد أنا التقيت بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى مشكورا رغم قلة وقته وطرحت عليه أنه مناشدات نعم. المواطنين أتمنى أن تصلك.
وربطني بمديرة المكتب الإعلامي إن شاء الله. وهذا الفيديو مالتك راح يروح إلى السيد رئيس مجلس القضاء بالتفاصيل، وعليكم أن تقدمون أدلة بهاي القضية، وأنا حاضر. يحفظك الله ويسلمك. أنا أشكرك. وإن شاء الله نصرة الحق. سيد رئيس مجلس القضاء المحترم، أنا هذا المقطع أنا لا أتدخل بالقضاء، لا أبرئ لا أتهم، ولكن يا أستاذ فايق يعني زحمة الحرمة من تطلع بالتلفزيون وبهذا الشكل، نحن عذرونا مهما يكون إحنا بشر، وبعد غيرة أهلنا راكبة علينا الحرمة من ذي بشيلتها والله تنقص عليها شوارب مو؟